حال ما يصيب الناس إذا تركوا توحيد الله عز وجل، وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ذاما من كتم النهي عن المنكر والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله ودلالة الناس إلى الخير وعليه. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فيذم الله سبحانه وتعالى الأمة جميعها إذا تركت أن تأخذ بيد الظالم وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. ولذلك جاء في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة، أي مثل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومثل من يقع في المنكرات كمثل قوم استهموا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أدناها، فكان الذين في أدناها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قالوا: لو نحن قدينا السفينة دي تحت نشرب من الماء ولا نؤذي الذين فوقنا لأن ذلك هو نصيبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا المجتمع يمثل سفينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس فيه بين آمر بمعروف وبين واقع في منكر. وأعظم المنكرات التي نعيشها الآن هي المنكرات التي من أجلها بعث الله الرسل ومن أجلها أنزل الله الكتب، كما قال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولذلك يا أخوانا من أعظم شعائر الإسلام أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وأعظم المنكرات في السودان اليوم منكر الشرك بالله، شرك على الجرائد، وشرك على القنوات، وشرك على الإذاعات وعلى الحافلات، وصور توزع ومدايح تنشد فيها من الشرك والكفر والردة ما يجعل هذا البلد يمر بالنكبات والنكسات، وما تمحق فيه البركات وما تنزل فيه المصائب والفتن الشيء العظيم. شكد ربنا سبحانه وتعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر. وهذا هو الفساد المقصود في هذه الآية، أن تمحق البركة وأن تظهر وأن يظهر في الناس الأمراض والطواعين وغير ذلك من المشاكل. ربنا قال: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض
فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي من الأمم الذين أهلكناهم ودمرناهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. كان المشكلة بتاعتهم شنو؟ كان المشكلة بتاعتهم أنهم وقعوا في الشرك بالله. قال كان أكثرهم مشركين، ده الشرك، ده المشكلة بتاعت الليل يا أخوان. ومن أعظم أسباب فشو هذه الفتنة أولا علماء الضلالة الذين يروجون الشرك بالله، كما تقدم الإخوة من قبلي جزاهم الله خيرا، محمد المنتصر ينكر الأدلة الثابتة المتضافرة المتكاثرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع قضايا الدين، قضية الاستواء، قضية أن الله متفرد بالخلق، قضية أن لا أحد يستطيع أن ينفع ولا يضر، وأنه لا أحد يستطيع أن يجلب الرزق، وأنه لا يستطيع أحد أن ينفع أو أن يشفي أو أن يرفع أو أن يخفض إلا الله سبحانه وتعالى. تجي تلقى محمد المنتصر لذلك فاتح له قنوات يجي يتكلم فوقه، قناة أندرمان تابعة لحسين خوجلي تاع المؤتمر الشعبي، زول ده تلقاه قاعد فهمت في الاستوديو وفاتح له الاستوديو والكاميرات شغال يكذب كذب ودجل وتحريف لكلام الأئمة وكلام العلماء، كل ذلك لينصر مذهبه الباطل. يقول لك عادي تقول مدد يا شيخ فلان، نظرة يا شيخ فلان، ما فيها حاجة، لأنه ربنا قال بيستدل بالقرآن، الشرك عنده دليل، قال بيستدل من القرآن، قال ربنا قال يوم يقول المنافقون، ده دليله، هل بيقولوا منهم المنافقون، دار استدل لك بالمنافقين والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، ده قال الدليل بتاع نظرة نقتبس من نوركم. يا أخ أول حاجة ده كلام المنافقين، أيها المنافق بليد، ده كلام المنافقين فهمت؟ بعدين انظرونا، ما معنى نظرة؟ والمنافق بيعمل لك شنو يوم القيامة فهمت؟ والمنافق فاضي لك ذات فهمت يوم القيامة فهمت؟ المنافقين انظرونا أي للمؤمنين يعني انتظرونا فهمت؟ وبعد ده ربنا قال مش قال انظرونا حتى لو قط نظرة ذاته، النتيجة كانت شنو؟ ربنا قال فضرب بينهم بسور له باب. يا محمد المنتصر السور ده لقاك لو مت على العقيدة دي بتكون في الحزب بتاع المنافقين الترجي بتاع عبد الله بن أبي بن سلول، كل شاهد معهم بغادي فهمت؟ إذا مت على عقيدتك داري روج لك الشرك والكفر بالله القاعد في المدايح السودانية التي ملئت بها جميع وسائل الإعلام، بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين، بناديهم أنت مشرك بقدر من ناديت فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم قل ادعوا قل 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 كيدوني جميعا ثم لا تنظرون فهمت؟ ما بتقدر تعمل حاجة، الأولياء بتاعنك ديل ما بيسووا لك حاجة يا محمد المنتصر، وإلا لو كان بيسووا لك حاجة للآن بتكورك في الإذاعات وفي القنوات الشباب ديل عصرونا والشباب ديل ضيعونا والشباب ديل شتمونا، ما تنادي أولياك خلي يعملوا لنا حاجة، الأولياء بتاعنك ديل والفقراء الرميم الميتين خليه يسووا حاجة، كلم البرعي بتاعك قال عنده رجال غيب خليه يجي يتبينوا فينا، ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، في كم صوفي عنده حصوة، في كم صوفي عقيم ما عنده ولد، في كم صوفي عنده روماتيزم، في كم صوفي عنده سل، في كم صوفي عنده قلب، في كم صوفي كراعه مكسورة، شيلوا من الصوفية وتعال حولي لنا نحن، ما بتقدر، ربنا قال لك ما بتقدر، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب
ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ولذلك هذا الرجل الضال المضل المجرم المدعو بالإزارك ده إنسان خبيث يؤصل لمنهج الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهمت؟ إيه يقول لك الأولياء عادي بيعلموا الغيب، ها؟ كما ذكر شيخه البرعي قال قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. قال لك الأولياء بيعلموا الغيب، ربنا سبحانه وتعالى قال ما في ولي بيعلم الغيب، ما في أحد بيعلم الغيب، ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولو كان صحيح في غيب أولياء بيعلموه لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أمور الغيب التي وقعت في حياته. ما سمعت يا إزيري، وما سمعت يا برعي، وما سمعت يا حسين خوجري، وما سمعت تعنين الأزرق بالقصة بتاعت بئر معونة، أن قبائل من 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 ذكوان وعصية وغيرها من القبائل جل الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له يا رسول الله نحن دارين نخش الدين، رسل لنا ناس يعلمون الدين. الحديث في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام رسل لهم القراء، قال وكان القراء يحطبون بالنهار ويقومون الليل، كان ناس بيشتغلوا بعرقهم. والليل غالب الفرق الضالة ديل أكبر من أكبر أسباب ضلالهم إنهم ما بيشتغلوا بعرقهم. أمسك الصوفي يتقالوا فاتح له قنوات عشان يرد علينا، ليه؟ لأنه العيش بتاعه بدأ يتقطع. فهمت؟ الناس بدوا يوعوا، ما في زول تاني بجيب مرته للشيخ عشان يديها جنة، دي كده نقاطة وقفت. فهمت؟ ما في زول بيجي للشيخ عشان الشيخ يعرف ليه أنا مايت وين، دي نقاطة ويقفت. وهكذا الصحابة دين كان بالنهار بيشتغلوا بعرقه وبالليل يقيموا الليل، ما بيجروا ويدسدسوا ويضيعوا دينهم ودعوتهم من أجل أموال كما يفعل كثير من الجماعات. خذ مثالا أنصار السنة، جماعة الشغالين بيجايدين أسي عمك كلبين بحده، تقال سبب ضلاله شنو؟ سبب ضلال الريالات، هو لو اشتغل شال حطب. فهمت؟ أو جانا هناك في السجانة نشغله على التالي ولا غيره، كان أخر له، كان أخر لك مما تباري لك ناس اشتغلوك بالقروش. فهمت؟ الريموت كنترول قول لك تعال يا حمد صفر، تعال الله مش أقف بيجاي شوت الجماعة دي، وانت أقف بيجاي يا زال دي بقروش، تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل. لأن أخواننا يزول بفك كضة، خاصة إذا كانت كضة في الأولية، وما فك كضة في الأولية، الصحابة دي الأولية، قال الصحابة اقتتلوا في السلطة، ربنا داري نجم لك يوريك إنه زول ده مهين وأنه يلهث وراء الدنيا، كما قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. العلماء قالوا الكلب لو 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 عطشان بمرق لسان، ولو ما عطشان بمرق لسان. ما رأيت هذا المثل ينطبق على أحد كما ينطبق على ذلك الدجال القصير. والله يجب شفت بني آدم زي ده انطبق فوق المثل، أنا أصو ما لقى. والله تديه 200 جنيه تلقاه بعين لك كده، تديه مليون جنيه والبنزين شنو والشيء شنو وكلام فارغ ساكت. زول يلهث وراء الدنيا، خليك زي الصحابة الكرام العظام، خليك زي الأنبياء اللي بيقولوا لأقوامهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ما داري من الناس قروش. نحن الليلة دعوتنا دي ما داري من الناس قروش، احنا دارين الشعب السوداني وكل المسلمين يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. تعبد الله مخلصين له الدين، تعرف التوحيد، تعرف أهل الشرك والضلال وتبعد منهم، ده لا نحن دايرين لك، ما دايرين نعبدك زي ما بيعمل الصوفية. أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، له أتبع كالصغير لا تميل أبدا لغير. يعني لو كنت تجاني ما تبقى ختم
لأنه يخشى عليك قال من سوء الخاتم. فهمت؟ ما لا تتبع لغير كله قريب جار أخدم من غير جار أو عاك من الكجار ومعاملة التجار في كربك عنده بتغيثك جنده لا تضحك عنده ده كل ضلال وباطل ما تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. برضو أنصار السنة فهمت؟ الآن في واحد قبل شوية أنصار السنة برضو بكورك بيجاي ده الصوفية لما طقوا في أهل هناك أخواننا ديل هم المشوليو أهل العصبجية اللي بيتكلم عنهم ديل ما أفضل بيقف معاك في الحرة غير العصبجية ديل فهمت؟ الجماعة ديلك كلهم ناس ديلك عبارة عن كومة بتاعت قطن ساكت فهمت؟ النفاشة بتاعت القطن دي ما بتثبت تحت بيثبتوا معاك الناس الراكزين نحسبهم والله وحسيبهم لأنه ديل ما أرقل الله انت ما فاهم الحاصل. لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وسألتك عن من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال وهم أتباع الرسل. أصوا أتباع الرسل ديل ناس ناشفين ما دارين دنيا فهمت؟ ما دارين عربية برادو ما دارين ابن لو جامعه ما دارين أي حاجة دارين الدار الآخرة دارين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الشغل الحار ما بتقدر عليه. الآن عمك ده بقى يشرح رياض الصالحين والبرع ذاته كم سنة حتى يجي في لسانه وهكذا. لماذا؟ لأن أخواننا هذه الظروف تجلب الظروف الظروف تجلب الظروف. انت لا تجري تعمل فوق داعية التوحيد يجوك الأخوان المسلمين أسمع المحلة دي خليها ما بخليها والدعوة الحق وإننا سوف ننبسط ولن نتركهم أوك إلى آخر أيوة هذه يا عمنا خليها معك أي والله طبعا هؤلاء العصبجية يا زول هؤلاء العصبجية ولا هؤلاء الخمسينات تم بتلعب علينا نحن على خمسينات ديل الخلاق تلف الدور. ولذلك ديل ما ترجو منهم حاجة. الصحابة ديل كانوا يحتبون بالنهار ويصلون الليل. النبي صلى الله عليه وسلم رسلهم فغدروا بهم في مكان يسمى بئر بعونة. فلو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الغيب لما أرسل هؤلاء الصحابة الأفاضل الذين هم من خيار الصحابة مع هؤلاء القبائل حتى يقتلوه لأن ربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والموضوع طويل ومسائل كثيرة نشر هذا الدجال ونحن له بالمرصاد والحمد لله بقى الشغل ده بقى جايب حقه. احنا لا عندنا غنى فهمت ولا عندنا برج ولا عندنا أي حاجة. أنا عندنا الحمد لله شوية قريشات ربنا سخر لهذا المضل المجرم أن نكون له حربا فهمت؟ وكل ما يمشي محلة بلقانا وراه الحمد لله كل ما يمشي محلة إلقانا نحن ضربناه وده بحاجات بسيطة والله يفتحوا لنا غناء. أنا في البلد دي الأمة دي كلها بتعرف الحاصل كل هذه الأمة بإذن الله تعرف الحق. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أقدم أخونا أبو بكر.